من جديد بعد كل اللي انتوا سمعتوه، هل القضية في اختيار مدرب للمنتخب؟ هل التعامل مع رأس المشكلة أو في الجزء الأخير منها وإهمال كل تفاصيل النظام الكروي هو ده الحل يعني؟ طب إيه سبب التحول؟ بعد ما شفتوا قرار اتحاد الكرة هو القرار، ما هي جزء يا جماعة من الموضوع. يوم ما هتعمل نظام جاد مجالس إدارات الأندية هتكون جادة، الجمعية العمومية اللي هتنتخب مجلس إدارة اتحاد الكرة هتبقى جمعيات جادة عارفة مصالحها وأفرادها قايمين على ده، هو الانتقاء. لكن انت من الأول كل الحلقات بايظة وجاي تحاسب على نهايتها عامل ازاي. مجلس قرر انه هيجيب مدرب أجنبي، بعد كده جاب مدرب مصري. ليه؟ عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ إيهاب الكومي اتكلم ليه حصل التحول ده، نشوفه. باختصار شديد جدا، بعد خروج منتخب مصر كان في اتفاق من مجلس الإدارة بعد عودة البعثة على توجيه الشكر لمستر فيتوريا على الفترة اللي قضاها مع المنتخب المصري. وهنا يعني كان في كلام ما بين مجلس الإدارة، مدير فني أجنبي ولا مدير فني مصري؟ واللي اتكلم في المصري كان بيتكلم فيه كابتن حسام حسن كأولوية، كابتن علي ماهر كجهاز موجود اتكلمنا فيهم، لكن كان الأغلبية ان احنا في الفترة الحالية ممكن يكون الاتجاه الى الجهاز الفني الأجنبي عشان الأجهزة الفنية المصرية مش عاوزين يعني ايه نعمل عليها اكتر من اللازم بعد كابتن إيهاب جلال باسمه وتاريخه مع الكابتن حسام البدري في الفترة اللي قضاها. فكان الاتجاه ان احنا نجيب مدير فني اجنبي، وكان بالاسم يعني الاولويه لمستر هيفر رينارد. وعشان كده كمان كان القرار بتعيين الكابتن محمد يوسف كمدرب عام مع الجهاز الفني الجديد عشان في حاله عوده الدوري يبقى متابع للمباريات وبعد التقرير للمدير الفني الجديد. فاحنا قلنا خلاص على بركه الله نبتدي نتكلم مع الراجل ده ونشوف ايه اللي ممكن نوصل معاه لانه يكون له الاولويه في استخدام. ولكن مع إبداء الموافقة المبدئية على وجوده في مصر، لكن قال أنا مرتبط بتعاقد مع الاتحاد الفرنسي، مش ممكن أسيبه حاليا مع منتخب الكرة النسائية إلا بعد الأولمبياد، وممكن أن أنا يعني يكون المساعدين بتوعي موجودين لإدارة المنتخب المصري. طبعا ده ما ينفعش، أن احنا عندنا مباراتين اتنين مهمتين جدا جدا في شهر 6 في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. يبقى أنا في الحالة دي لا أتجه إلى الأجهزة الفنية المصرية وعلى رأس الكابتن حسام حسن. كان القرار من مجلس الإدارة بالكامل بعد كمان ما شفنا أن هناك إجماع والتفاف من معظم الشعب المصري على أن احنا نتجه إلى الاثنين الكبار كابتن حسام والكابتن إبراهيم، وحيبقى في التفاف في المدرجات وغيرهم، وحتبقى تجربة زي ما خدنا تجربة قبل كده المجال السابقة مع النجم الكبير والرمز الكبير الكابتن حسن شحاتة، ومن قبله طبعا العظيم الكابتن الراحل محمود الجوهري. فكان الاتفاق من الأمس والمداولات ما بين مجلس الإدارة على أن خلاص ند الثقة للكابتن حسام وكابتن إبراهيم مع إعطائه كافة الصلاحيات في اختيار جهازه المعاون بالكامل عشان يقدر أن هو يكون في تناغم وفي تجانس ما بين الاثنين. فيما يتعلق بالكابتن محمد يوسف، اذا كان في مدير فني اجنبي كبير كان ممكن يكون مدرب عام، وبالتالي اجمعنا كلنا على انه لابد ان يكون له دور داخل الاتحاد المصري في الفتره القادمه، فلابد من الاستفاده بالكابتن محمد يوسف ايضا في عمليه الرسم لتطوير الكره المصريه خلال الفتره القادمه من خلال مكانه داخل الاتحاد المصري لكره القدم. احنا يا استاذ ابراهيم تعليقا على الكلام اللي سمعناه لم نفاجأ بأي كلمة فيه، ومدركين ان ده اللي هيحصل. اول ما قرينا ان كابتن محمد يوسف والكلام مع رينارد، انا قلت لك هو العربية قدام الحصان ازاي. انت دلوقتي هيرفي رينارد ده متأكد انه هيقبل انه يبقى معاه حد مصري بس فيه قوي زي فيتوريا ما رفض قبل كده نفس الكلام، ولا كابتن محمد يوسف هتبقى مطلقة يده في الأمور الفنية على ما يجي هيرفي رينار. وبعدين انت ما انت عارف من الأول ان هيرفي رينار عنده التزام
مع منتخب الكره النسائيه في عنده دوره باريس الاولمبيه، ومستحيل يسيب المنتخب ولن يسمح له. طيب انت عندك هذا التوجه قبل ما تاخد قرار بكابتن محمد يوسف وتحرجه معاك؟ ما كلم الراجل قول له هنعين لك حد، وادي السيفيهات، والراجل ده احنا شايفينه كويس، وابتدي تواصل معاه لما يجي الاول. عشان لا عشان لو لما تيجي يبقى كلفه باللي انت عايزه. لكن هو سابهم قال لهم ايه؟ اهو المصري معاكم لحد ما اخلص. لحد ما اخلص. خلي بالك من الجمله. ما حصلش كده على فكره. رينار ما اتفقوش معاه اصلا، ما وصلوش معاه الاتفاق. يعني ده شغل كمان. استاذ جمال علام جاب محمد شيحه، تعالى اتفاوض مع وانت الوكيل بتاعه، تعالى اتفاوض مع هيرفي. ما توصلوش لحل. كان احمد دياب النائب احمد دياب كان وصل لخطوه متقدمه مع كيروش. وخليك كل يوم والتاني تحرق ورقك مع مدرب عالمي. هتجيب مين بعد كده؟ يعني وما زلت اقول لك ليس مطلوبا ان يكون مدرب عالمي. بالظبط. انت لو جبت انشيلوتي للمنتخب يعمل ايه؟ يعني اللي عايز اقوله ما هواش مدرب، كلمه مدرب مشروع لا. اعمل المشروع الاول. المشروع ده شغل مدير فني للاتحاد. طبعا للاتحاد ده اللي يبقى صاحب مشروع. لكن مدرب منتخب مصر ده مدرب الاهداف القريبه. بالظبط بالظبط. المشروع نفسه عندك انت مشروع كاتحاد. ايه يقعد يضحك عليك ويقول لك بجدد التيم وطلعك من 19 فوق 30. وبعدين حتى لو افرض ان هو يروح مغير لك مضيع لك 3 4 بطولات في السكه من غير ما يصلح النظام اللي انت بتقول الذي يفرز المدى الخام. طبعا انت بتدور على يعني ثمره من غير ما تزرع شجره. في مثل امتى هتقتنع انك لازم تتعب وتغرس شجره عشان تنتظر ثمره؟ انت عايز اللقطه، عايز ثمره من الهواء. في مثل انجليزي بيقول لك عايز حجه هات البيض. طبعا.